الخير، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج تفضل. عندنا النهارده هنعمل كوردون بلو بطريقه حلوه قوي بالمكرونه، لذيذ جدا. وعندنا كمان سلطه بطاطس، والحلو بتاعنا النهارده سموزي الموز بالقهوه. خلاص تعالوا مع بعض نشوف المكرونه الكوردون بلو دي بتبقى حلوه قوي بباقي الاكل. يعني لو مثلا باقي عندنا فراخ بانيه مثلا من امبارح وبارده بتبقى ظريفه، الا لو احنا عاملينها من الاول كطبق رئيسي، بس انا بقول لكم انها بتبقى ظريفه كبوايا اكل. عندنا مثلا تركي اهو موجود في التلاجة. الجبنه الامنتال انا عاملاها بالجبنه الامنتال، ممكن اعملها باي نوع جبنه، بس هي بتديله طعم حلو قوي لانها مسكره شويه. ممكن نختار جبنه تشيدر احمر او اصفر. عندنا فراخ بانيه باقيه، او ان احنا عملنا فراخ بانيه، بتتعمل الفراخ البانيه حلوه قوي. مكرونه خلاص، في بقى كريمه ولبن ونشا، او كريمه ولبن ودي عشان نعمل البشاميل. جبنه موتزاريلا، جبنه تشيدر، فيها لوبينو عشان تبقى كده فيها شويه تبقى سبايسي، بودره ثوم وفصوص من الثوم. خلاص طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل البشاميل. انا هنا عامله البشاميل النهارده بالنشا عشان اقول لكم عشان ايه، عشان هي لو بردت وعايزين نسخنها النشا مش من الحاجات اللي بتكلكع، اول ما بنعمله كريمي خلاص بيجمد، اول ما بنسخنه بيرجع كريمي تاني، عكس الدقيق. الدقيق من الحاجات اللي هي لو انا بحطها على حاجه وبردت لا بتبقى سخيفه شويه في التسخين. طيب هنحط بقى النشا كده، نقلب. نقلب لحد ما النشا يدوب في اللبن البارد. هحط معاه ملح، بودرة ثوم، فلفل اسود. خلاص وصفة سهلة وبسيطة بتبقى حلوة كمان في الويك اند، حلوة في الحاجات السريعة. ممكن بقى احنا عايزين نقطع الفراخ البانيه. هنحتاج بايركس في الوصفة دي عشان هتدخل الفرن. كل المكونات مستوية، كل اللي هنعمله ان احنا هندخله الفرن عشان الجبن تسيح على طبقات الفراخ والمكرونة والبشاميل. هنجيب كده الفراخ البانيه اقطعها قطع مش صغيرة ولا كبيرة، كده يعني القطع على ثلاثة كده. اجيب البشاميل هنا اسخنه. نقلب كويس قوي، ولو اول ما احس ان هو تقل هبتدي ان انا ازود الكريمه بقى شويه ولسه ما تقلش. بصوا تقل ازاي. حبة لبن كده كمان.
بودرة الثوم كمان عاملة له ريحة حلوة قوي بجد، يعني عاملة له ريحة ظريفة جدا. عايز يتقل سنة كمان وحط له الكريم. خلاص طيب هجيب بقى كده البايركس، هحط فيه، انا عاملة هنا زيادة لسه دافي ولسه ايه سايح، فايه نحطه، هحطه كده اجيب المكرونه. ممكن نشوحها وممكن ما نشوحهاش، اهي شايفين عشان تبقى جوسي كده وجميله. كل ما نخدم كده الحاجه ايه بصوا بقى هنحط كده، لا ممكن نعمل كده الاول، هنحط جبنه موتزاريلا هنا عشان تمسك من تحت، وجبنه تشادر، ممكن نحط الاحمر كمان هتديها الوان حلوه قوي. الولاد الصغيرين هيتبسطوا من الوصفه دي جدا. بصوا بقى الفراخ البانيه كده، بالذات ان في ناس ما بتحبش تاكل الاكل البايت، فاحنا كده بنعمله زي ايه ريسايكلينج تاني ونخليه فريش كده اهو كده. نجيب واحدة خلاص، هنجيب بقى التركي، تركي او روز بيف يعني كل واحد على حسب ما بيحب. هنعمل كده وانا ممكن اقطعه عشان واحنا بناخد المكرونة ما يضايقناش، فنقطعه احسن. لو حطيته كده واحنا بناخد المكرونه هتطلع القطعه زي بقى على بعضها، هتضايقنا، فهن ايه نقطعه احسن. الجبنه بقى اللي نحطها كده عادي، هحط جبنه موتزاريلا الكريمة ماشي كده بقى. الشادر بس اخر حاجه بقى الامنتال، مش لازم تجيبوا امنتال، ممكن تجيبوا اي نوع جبنه شادر حمراء صفراء اللي انتوا عايزينها، جوده فلامانك المتاح. لو جبنه رومي ما تزودوش، تعملوها كده. دي بقى تحطوها كده على بعض لان لما بتسيح تبقى فظيعه. ونحط الهالوبينو بقى وندخل الفرن، شايفين الجمال؟ دي بقى كفايه قوي في على الغدا، وصفه واحده جنبيها طبق سلطه، بس انا شايفه ان هي وجبه متكامله فيها كل حاجه. ماشي هنطلع فاصل بقى هدخلها الفرن، عقبال ما نرجع من الفاصل نعمل شويه حاجات تكون ساحت وبقت جاهزه للتقديم. خليكم معايا. رجعنا تاني بعد الفاصل، والصبح هنعمل سلطه حلوه جدا. انا بس لقيت الطماطم الشاري كده بصراحه انا بحب اقطعها اكتر لما بعملها في السلطه، هنقطع شويه والباقي بقطعه بعدين. بصوا بقى مقادير السلطه دي ايه، بطاطس اللي هي البيبي بطاطس
ماشي، بتبقى موجودة عادي في السوبر ماركت أو في عند الخضري، هجيبها واغسلها كويس جدا. ودايما بقول لكم الخضار بالذات طالما هنشويه بقشره يبقى لازم يبقى عندنا فرشة في البيت للخضار، نجيبها كده ونغسل بيها الخضار كويس قوي بالملح وبالفرشة وبمية فترة خلاص. بلاش بقى، في ناس بتحط صابون على فكرة على الخضار، غلط جدا جدا، يعني دي كلها حاجات كيميكالز تدخل جوه الخضار. فهنغسلها كويس جدا جدا وبعدين احط عليه زيت ملح وفلفل وادخلها الفرن، هتبقى مشوية بالطريقة دي. بصوا اهي ماشي. طيب عندنا ايه تاني؟ عندنا شرايح من البصل الاحمر، عندنا كابوتشي، عندنا خل تفاح، طحينة، ليمون، بابريكا، كمان عندنا بودرة توم، بس انا هستخدم توم فريش صراحة بما ان في توم فريش، وفي فلفل سبايسي. طيب هنجيب الطماطم دي كده. هنعمل ايه؟ هحط عليها خل التفاح، الليمون، نتبل الطماطم بقى، الاعشاب الايطاليه، الزيتون، كل دي بتبلها مع الطماطم، الزيتون الاخضر والاسود، البابريكا، عندنا كمان الثوم، بس اشيل دول كده. بما ان في توم فريش بصراحه هحط توم فريش. البودره التوم دي في حاله ان في ناس بتتعب من التوم الفريش، يعني بيتعب لها القولون، فخلاص استخدموا بودره التوم. بس طالما عندنا حاجه طازه لا نحط الطازه احلى. خلاص اهو بصل، هحط حته صغننه كده من الفلفل الاحمر والاخضر والباقي هقول لكم هنعمل بيه ايه. انا طبعا بقى حاجات من المكرونه الكوردون بلو هنعمل بيها وصفه تانيه، وصفه لذيذه جدا واسرع من الوصفه دي. لو فرمتوها هتبقى سبايسي اكتر، يعني انا قلت ايه نحط بقى زيت زيتون. ملح. نقلب كويس قوي. لسه فاضل ايه؟ لسه فاضل الطحينة، مش هحطها دلوقتي. تبل دي كويس جدا. يبقى احنا عملنا ايه هنا؟ حطينا هنا الطماطم التشيري قطعناها نصاص عشان تتبل كويس قوي مع خل التفاح والليمون وزيت الزيتون، ملح، بابريكا، اعشاب ايطالي، ممكن نحط روزميري زعتر لو ما عندناش الاعشاب دي ممكن ما نحطش خالص. وهحط دلوقتي البطاطس، بس البطاطس المشويه دي احلى لما تتقطع انصاص كده تتبل اكتر. ماشي. فايه دي هنتسلى بيها ايه في الفاصل؟ هقعد اقطعها كده انصاص. شفتوا عامله ازاي؟ وحبه كابوتشي لو عايزين، انا غسلاهم مجهزاه عشان تبقى سلطه كامله بقى. يبقى احنا حطينا هنا البصل، البطاطس، الكابوتشي، الطماطم، الزيتون الاسود والزيتون الاخضر، زيت الزيتون، الملح، خل التفاح اهو. بصوا بصوا عامله ازاي طماطم التشيري، شايفين؟ بصوا اصلا عايزه اقول لكم ريحتها حلوه قوي. البابريكا هحط معلقه صغننه قوي من الطحينه،
كده ولا كده. انا متبله الدريسنج بتاعي بس، وابتدي احطها في طبق السلطه كده. دي بقى اسيبها ساعة كده في التلاجة قبل ما اكلها، كل ما تبقى باردة كل ما طعمها يبقى احلى. نقطع كده بس عشان نبين البطاطس، طعمها فظيع البطاطس دي، بتبقى حلوه قوي. وناكل القشره دي كمان، بتبقى طريه وحلوه يعني اهي. خلاص بص على الفرن كده لسه شويه بس، ايه افتكروا كده معايا. هنا حطيت المكرونه زيت، زيت او زبده. خلاص بودره ثوم، فلفل اسود، ملح، دي بقى تتحط زي ما هي كده، لانها لو اتحطت في صوص هتدبل بسرعه. انا عايزاها كده زي ما هي. حط الفلفل، مكرونه، زيت، ملح وفلفل اسود، زيت او زبده، طماطم شاري، الفلفل بقى الحراق ده احمر واخضر، ونزود الاخضر لان احنا اوريدي عندنا الطماطم هنا ايه حمرا. هجيب بقى الفراخ البانيه او اي بقى نوع فراخ عندنا، مشوي، بانيه، بس هي البانيه جديدة يعني. نقطعها كده. هنجيب التركي نقطعه مكعبات او شرايح رفيعة. ماشي، نقلب. يبقى انا هنا حطيت المكرونه، حطيت الطماطم، ملح وفلفل اسود، معلقتين الزيت، الفلفل الاخضر الحامي، الفراخ البانيه، التركي، هالبينو هديله طعم حلو قوي. دي بقى كده زي ما هي هتتاكل. بصوا عامله ازاي،
بس هنسيبها بقى دقيقتين نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نطلع بقى، نكون طلعنا الصينيه دي خلاص كده من الفرن وتكون دي خلصت، قدمنا السلطه نرجع نعمل المشروب بتاعنا بتاع النهارده. خليكم معايا. رجعنا بعد الفاصل دلوقتي على بقى اوريكم الباستا الفظيعه اللي اتعملت من بواقي المكرونه الكوردون بلو. بصوا نفتكر مع بعض عملناها ازاي، وهدوق كده معاكم الايه طعمها، شكلها مغري جدا. بصوا بس تبرد شويه، عملنا شوحنا المكرونه هنا مع الفلفل الاسود، وبعد كده حطيت معاها الطماطم الشيري زي ما هي عشان لو قسمناها نصاص هتدبل اكتر مش هتبقى طعمه كده اطعم اكتر. وبعد كده حطيت معاها الفلفل الحراق الاحمر والاخضر، حطيت التركي الفراخ البانيه، وبعد كده حطيت صوص البشاميل ومعلقتين كريمه. بس ندوقها كده بقى. جبنه بتمط كده وحلوه قوي. ها بصوا الهالبينو كمان هيديها طعم جميل قوي، لو عندكم حطوه. فظيعه، شايفين جبنه بتمط ده؟ عشان بتقعدوا تقولوا الجبنه ما بتمطش، دي بقى بتمط جدا. هي مشكله الجبنه اللي بتمط بس ان احنا نحط موتزاريلا حبه حلوين شويه. نحط بقى عليها كده قطع الفراخ البانيه بالطريقه دي. بس اللي عايز يزود بقى في الايه في السبايسي دي، كل ما تبقى سبايسي شويه كل ما تديها طعم حلو قوي. طيب اتبقى بطاطس، لسه عندنا حاجات يعني، ربنا النهارده مبارك في المقادير. اتبقى شويه بطاطس، اتبقى جبنه امنتال، اتبقى تركي، اتبقى فراخ، اتبقى بشاميل. هنعمل ايه؟ هنجيب كده عليها معلقتين كريمه دي برضو. يعني بصوا انا النهارده عامله لكم كذا وصفه بوصفات كلها موجوده عندنا، بطاطس، فراخ بانيه، قلت لكم تركي او روز بيف، نسيحها بس كده. بصوا ده النشا، بصوا عامل ازاي، اول ما هيبتدي درجه الحراره تعلى هتلاقوه كريمي جدا، عشان كده بقول لكم بيبقى احلى من الدقيق في الحاجات دي. بس كده معلقه صغيره من الكريمه. حط البطاطس كده زي ما هي بقشرها، خلي بالكم متبله بالملح والفلفل فجميله جدا. حط حبه صغيرين كده. بعدين على فكره الحاجات دي كلها اللي انا بعملها في الاخر بتدي طعم حلو قوي، المكسات كده البطاطس مع الكريمه مع التركي. حط كده فراخ البانيه، انا محتاجاها تاني بس. ماشي اهو، نحط الاول ده وبعدين نحط الجبن، برضو حاجه بسيطه كده يعني. مش اي نوع جبنه عندنا، انا دي لقيتها دلوقتي فايه فحطيتها. خلاص
حطيت بطاطس، حبه وايت صوص، لو ما فيش بشاميل هتحطوا كريم عادي خالص. هنقطع ده عليها عشان يديها منظر حلو. بطاطس، بواقي فراخ بانيه، بواقي تركي او روز بيف، بواقي جبنه، فلفل احمر فوق الوش بارد او حار على حسب ما انتوا عايزينه. ممكن نستلف حبه زيتون كده من السلطه. البصل ده لما بيتكرمل برضو بيبقى حلو قوي. خلاص، وهندخلها الفرن ماشي لمده 5 دقايق بالظبط. كلها حاجات النهارده ما شاء الله عليها بتتخن، خلوا بالكم يعني، بس في الاخر طعم جميل جدا. طيب تعالوا بقى نشوف عاملين النهارده سموذي الموز بالقهوه وزبده الفول السوداني، من الحاجات اللي بتدي طاقه عاليه جدا. الوصفه النهارده بارده. على فكره انا بفضل جدا بالذات في الشتاء الوصفات تبقى فيها بروده، بتبقى حلوه جدا يعني، مش لازم كله يبقى سخن سخن سخن. بس ما الميه تسخن. طيب هجيب الموز هحطه هنا كده، نحاول في الوصفه دي الموز طري. يعني امبارح عاملين امبارح كنت بقول لكم في الموز ما تطروش الكيك قوي، لا عشان تبقى كامله كده حلو. النهارده بقول لكم لا، يفضل يعني لو عندنا بواقي موز وخلاص طري جدا، لا نحط الموز الطري. الموز الطري بينفع بقى في الحاجات دي. عندنا المقادير: موز، تلج، قهوة سريعة الذوبان، زبدة فول سوداني، كريمة، وحبة لبن، وممكن نستغنى عن حاجة منهم، يعني هنحط كريمة وما نحطش لبن، يا نحط لبن وما نحطش كريمة، ممكن نحط الاتنين، شوفوا انتوا عايزين ايه. ماشي؟ طيب. كده. معلقه كريمه، اشوف هحتاج تاني ولا لا. تلج، زبدة الفول السوداني. طيب مش عايزين يا غدا نحط زبدة الفول السوداني، اعملوها موز بالقهوة بس، اللي هو بالقهوة سريعة الذوبان، طعمها حلو قوي. يعني ممكن تكونوا انتوا مش عايزين، انا بس عايزة اغلي المية دي. نعمل دي عقبال ما الايه والمية تغلي. انا اصلي مش عايزه احط ميه عشان لسه في القهوه هيتحط عليها حبه ميه. We'll be right back.
بس ادوقها كده بس اشوف ايه ناقصها ايه. ما انا عارف هنطلع فاصل نرجع نحطها على طول. ساقعه وحلوه قوي على فكره، مش مسكره عشان بس تبقوا عارفين. اللي عايزين بقى تحطوا سكر حطوا، بس هي حلاوتها كده. نطلع فاصل نرجع تاني. رجعنا تاني من الفاصل. بصوا انا اللي مطلعه دي من الفرن بنفسي عشان هي صغيره وخفيفه. بصوا عامله ازاي. عايزه اقول لكم البطاطس مع الكريمه والبشاميل الخفيف والجبنه الامنتال والتركي، يعني مش قادره احكي لكم على الطعم، هيطلع خطير. البطاطس هتبقى مقرمشه كده من بره وطريه من جوه، تتاكل كده بالشوكه والسكينه، تبقى حاجه حلوه قوي. دي جنبيها سلطه حلوه جدا. طبعا انا عامله يعني الوصفه دي، والوصفه دي عملتها دلوقتي من الوصفات الحلوه قوي، واخدينها من بواقي السلطه والكوردون بلو، هتبقى حلوه جدا. النهارده عاملين طواجن كده كتير، وهنختمها بقى بالسموذي الموز والقهوه. عايزه اقول لكم طعمه فظيع بجد، حلو جدا. طيب هنعمل ايه؟ هنحتاج مج كده حلو، هعملها بشكلين، لو نفع الشكل التالت هشوف. والله انا بقى يعني انا بقعد كده اشوف قدامكم ممكن نعملها ازاي. طيب اول شكل اهو، هنجيب الخليط اللي احنا عملناه اللي هو موز، موز وايه؟ موز، حبه لبن، حبه كريمه، عملنا كمان زبده فول سوداني، حطينا كمان تلج، وحطينا قهوه سريعه الذوبان، دوبناها في ايه؟ في ميه. طيب هجيب التلج ده كده احطه كده. خلاص هقوم ايه؟ لا دي ايه؟ ماشي ده شكل. حاضر احنا خلصنا خلاص، انا هحط ده واقول لكم باي باي. طيب الشكل التاني بقى نعمل ايه؟ نحط ده. ماشي ده اللي بيحب الحاجات الايه اللي فيها كافيين اكتر. الموز كده وكده ماشي. التالتة بقى هعملها ايه بالخليط ده كله؟ وكده نكون خلصنا حلقة النهاردة. عملنا النهارده وصفات جميله جدا، عملنا كوردون بلو زي ما انتم شايفين، عملنا من بواقي الكوردون بلو باستا كده بالخليط بتاعها كلها، عملنا كمان سلطه بطاطس، وعملنا نقول كوردون بلو البطاطس برده وسلطه. كده نكون خلصنا حلقه النهارده، يا رب تكون عجبتكم. باي باي.